ترتبط أسواق السودان ارتباطا وثيقا بصعود الدولار وهبوطه، مما يؤثر سلبا وإيجابا على المواطنين البسطاء. قمنا بجولة في سوق رفاعة للوقوف على أثر زيادة الدولار على التجار والمواطنين كحد سواء. الأسعار دي والله يا جماعة بالنسبة لنا غير مرضية، يعني كل يوم في بسعر جديد، تبيع الليلة تمشي تجيب بكرة تلقى الأسعار زايدة، تجيب الليلة تلقى قبل ما تصل الدكان تلقى الأسعار زايدة، وكل يوم الأسعار دي في زيادة، والسبب كله الدولار. يعني كل مرة يقول لك الدولار زاد والدولار نقص والدولار زاد والدولار نقص، وبالطريقة دي كده الشغلة طوالي، والمواطن يعني ما الشغلة دي ما بيتقبلها، وكله ونحن ما مننا والله. السوق طبعا في زيادات دائما مرتفعة، وما في هناك مراقبة، ولا في طبعا زول مزول عن الزيادات، وطبعا في فوضى عامة يعني. ونتمنى تكون هناك مراقبة على التجار وعلى البائعين وعلى كل الذين يضعون أسعارا خيالية، والمواطن طبعا مجبور إنه يشتري السلع الضرورية. الدولار طبعا الدولار بيأثر على أي شيء، لأن المنتجات دولار، السماد، المبيد، كله بالدولار مربوط بالشركات، زائد الفاضي الفارق، زائد الترحيل مربوط بالجهاز الغلاء، يعني كل الشغلة مربوطة بالدولار. عشان كده زيه زي الأدوية، زيه زي أي حاجة في السلع الثانية. لو يعني الناس ملاحظة إنه السوق ده حاليا ما في بيع وشراء، وإنت لمن تبيع مثلا بسعر بكرة بتجي تلقى زيادة، الزيادة دي بتأثر على السوق، بتأثر على المواطن، المواطن ما بيقدر يشتري. عدم السيولة هي ذاتها بقت مشكلة. إذن الدولار هو المتحكم الأول في تدهور اقتصاد السودان، والحكومة حاولت مرارا وتكرارا لكبح جماحه، ولكن ما زال الدولار عصيا على كل المعالجات. ويبقى السؤال، هل من حلول؟ وتقبلوا تحياتي حافظ المغربي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.